أنا اسمي هاجر، عندي 23 سنة، خريجة نظم ومعلومات كمبيوتر. أنا ابتديت الرسم من وأنا عندي 8 سنين، وبدأت أجيب مجلات اللي هي ميكي وكده وأقلدها وارسم زيها بالظبط، اشوف الرسومات اللي فيها واحاول اقلدها في سكتش بتاعتي. وبعد كده بدات ان انا اطور من ده واخد كورسات رسم، واخدت كورس رسم وتعلمت ازاي ارسم بالرصاص وبالالوان الخشب، اتعلمت التظليل والنسب والاساسيات يعني بتاعه البورتري وكده وبس تعلمت ازاي ارسم بالباستل وبالالوان الخشب وبالالوان الميه والجاف